السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكل الإخوة المتابعين الكرام أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم منصوري فلوغ مرة أخرى يحييكم في موضوع جديد وموضوع مهم للغاية. فكما غادي نطرقوا اليوم واحد الموضوع اللي هو غيكون على جوج الأجزاء، الموضوع ديال الغاز الروسي. فكما كنعرفوا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية على أوروبا، كما كنعرفوا حاليا القضيه ديال كسر العظام في الحرب الروسيه الاوكرانيه، وكذلك الانقطاع التام للغاز الروسي على اوروبا وتداعيته على مستقبل اوروبا، وكذلك الظلمه التي تحيط باوروبا ليلا. بعد الانقطاع التام للغاز الروسي الى اوروبا، يصيح الرئيس ماكرون في وجه امريكا بأن هذا الأسلوب الذي اتخذتموه ضد أوروبا غير عادل تماما، وقد نلجأ إلى استيراد الغاز من الدول الأسيوية، بمعنى أنه قد يعود إلى شراء الغاز من روسيا مباشرة. هنا غادي نمشيو نشوفوا الفيديو ديال تصريح إيمانويل ماكرون ورجع لكم التفاصيل. avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super. Vous nous fournissez de l'énergie du gaz, mais il y a un truc qui peut pas marcher très longtemps. C'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz 4 fois plus cher que vous, vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. Et donc certes, le marché n'existe plus totalement, mais on va essayer de revenir dans un couloir de prix qui retrouve du sens. Donc on va peser sur les prix. À côté de ça, on soutient ce que la Commission a dit, on va essayer de mettre des plafonds, en tout cas des couloirs de prix pour revenir vers des zones plus raisonnables. Premier combat qui est de baisser le prix du gaz. D'abord, en nous organisant en Européens. Il se trouve que si, et c'est toujours pareil, si on reste égoïste, nationaliste, nous serons idiots. Parce que si chaque pays négocie pour lui-même, il reste petit sur le marché. Si on négocie en Européens, on pèse. Les chiffres, pour que vous ayez une idée, l'Union Européenne, c'est les trois quarts des achats par gazoduc au monde, et c'est environ 20% des achats de gaz liquéfié. Donc si on décide de se mettre tous ensemble et de peser sur les prix, on vaut quelque chose et on pèse sur quelque chose. Et il se trouve qu'on veut aussi le faire avec nos amis asiatiques qui sont un peu dans la même situation que nous, parce qu'on a la même condition, nous ne sommes pas producteurs, mais on est des gros acheteurs. Donc là, on va négocier autour de la table, en particulier dans le G7, parce qu'on est tous des combattants pour la liberté, on est tous en train de dire on veut mettre des sanctions sur la Russie en combat, mais on n'est pas tous dans la même situation, il y en a qui produisent, il y en a qui achètent. إذن فكما شفنا التصريح ديال إيمانويل ماكرون كيفاش كيعبر على الغضب ديالو، وبأنه كما كنشوفوا كذلك اليوم هناك أزمة المحروقات في فرنسا بكاملها، هناك عودة لارتفاع أسعار المحروقات في العالم بأسره، بحيث أنه تم مؤخرا يعني دعوة منظمة أوبك بخفض الإنتاج للدول المنتجة للنفط، بحيث أنه ستعود هناك عملية تصاعد للأسعار المحروقات من جديد. وكذلك هذا الأمر كيأتي بطريقة إيجابية على الدولار الأمريكي للارتفاع مرة أخرى وانهيار العملات الدول التي لا تنتج النفط وليست لها مصادر دخل كبيرة في الاقتصاد ديالها، فكما كنشوفوا الانهيار ديال الاقتصاد اللبناني وكذلك انهيار العملة اللبنانية كذلك والبنوك اللبنانية، كما كنشوفوا العديد من التهجمات كانت مؤخرا على البنوك من طرف الزبناء ديالهم اللي كيجيو كيطالبوا بالاموال ديالهم، وان في الاخير البنوك ما كتقدرش ترجع لهم الاموال ديالهم، ما عندهاش انها القدره او السيوله الماليه الكبيره بانها باش ترجع المدخرات ديال الناس اللي حاطينها في هذه البنوك هذه. وكذلك كما كنشوفوا الدرهم المغربي التراجع ديالو امام يعني الدولار، بحيث أن الدولار كيرتفع وبأن السلع المستوردة للمغرب بأنه كيشريها بثمن مرتفع، بحيث أن الدولار كيطلع، وهذا ما نلاحظه. ويعني كنشوفوا أن الحكومة في نوم عميق، ما كتحاولش باش أنها تجبر شي حلول من هذا الأمر هذا، وبأننا كنشوفوا المهرجانات وكنشوفوا بعض الظواهر السلبية والخطيرة جدا على المجتمع العربي بصفة عامة وليس المغرب وحده، وكما كنشوفوا في العديد من الصور، وكذلك بأن الشعوب العربية نائمة ولا تحاول البحث عن تطوير ذاتها ونفسها نحو مواجهة
هذه الحرب العالمية الثالثة القادمة من أوروبا بطبيعة الحال. وكما تعرفون أن بوتين لن يتراجع وسيدافع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة. فكما نشوف كذلك التصريح ديال الدكتور فايد اللي أعطى واحد إيضاح واحد توجيه واحد رسالة قوية جدا للشعوب العربية بأن تستفيق من نومها ومن سباتها. فباش ما نحرقوا لكمش المراحل نمشيو نشوفوا التصريح ديال الدكتور فايد التي تصيبها أشعة، وكذلك الأشعة النووية طبعا، لأن هذا الخطر النووي، بما أن أنتم تعلمون بأن تقريبا أكثر من نصف سنة الآن ويعني العالم والميديا يعني هذا الإعلام العالمي كله يتكلم عن حروب ويعني تهديدات روسيا الصين كوريا أمريكا أوروبا، يعني أنتم تسمعون الخبر، لكن لا نبقى هكذا نستهلك هذا الخبر ونضحك من بعيد وكأن الأمر لا يهمنا. فبكل حزن وبكل ألم هذه البلدان الإسلامية الآن تنتظر وتنتظر، أنا أقول تنتظر ولا تعلم ما سيقع لها، ونحن نعلم ما سيقع لهذه البلدان. فعموما لا نتمنى أن تكون هناك حرب نووية ولا أحد يتمناها، لأنها ستكون يعني كارثة لا يمكن وصفها. ولا أظن أن هناك أحمق يعني سيبدأ هذه الحرب. لماذا؟ لأن فهي يعني ستأتي على الأخضر واليابس، وحتى الذي سيستعمل هذه الأسلحة فهو لن ينجو من هذه الشيء. روسيا تستعمل النووي، لكن كيف تنجو؟ هل روسيا ستنجو؟ يعني هل المواطن الروسي سينجو من هذه الحرب إذا لا قدر الله يعني وكان هناك حماقة يعني وقعت؟ ثم يعني هل هذه كوريا هل تتجاهل أو تجهل أنها إذا يعني ضغطت على زر أن هذا النووي لا يصيبها؟ لا، يعني يجب أن يفهم الناس الأمور. هل الصين تقدر يعني أن تفجر هذه القنابل النووية أو الرؤوس النووية حتى في مناطق أخرى؟ لأنه لن يسلم منها لا الصينيون ولا الروس ولا الأمريكان ولا الأوروبيين، لن يسلم أحد من هذه الحروب. لماذا؟ لأن إذا بدأت فلن تكون في منطقة معينة. إذا بدأت هذه الحرب لا قدر الله، أنا لا أظن أنها ستقع، لأن الناس لا يعرفون يعني خطورة وقيمة، ويعني يعني الناس يعني أشياء يعني مهولة، يعني لا يقدر الناس أن يتصوروا ماذا يقع. سنعطي بعض الأمثلة البسيطة لكي نحسس الناس بهذا الخطر، لكي يفهم الناس يعني لكي يشعروا بالخطر، لأن يعني هناك من لا زال يضحك ويحكي نكت ولا يشعر بالخطر. لن يفلت أحد، يعني لن ينجو أحد من هذا لا قدر الله يعني وقع. لا يكون الناس متهورين ويبقوا يضحكوا وينامون. البلدان الإسلامية ليس بيدها شيء وليس لديها شيء، ويعني أكبر ظلم عرفته البشرية منذ أن خلق الله سيدنا آدم إلا أن نلقى الله، أكبر ظلم هو الظلم الذي تتعرض له البلدان الإسلامية. وعلى مرأى من الناس، وهناك من لازال في بلدان يتكلم عن ديمقراطية وعن إنصاف وعن المنتظم الدولي وعن 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 وعن، يعني فهؤلاء يعني يجب أن يعلموا عن ماذا يتكلمون. فالعدو عدو والصديق صديق. لا نبقى نضحك على أنفسنا ونداري هؤلاء، ولا نبقى نضحك على أنفسنا، فكفى يعني كفى نفاق وكفى ضحك على الدخون. العدو عدو ولن يكون صديق. الإيضاحات اللي كيعطيها في هذا الموضوع هذا، فكما كنعرفوا تأثيرات الحرب النووية إذا وقعت لا قدر الله، وهذا ما لا نتمناه، بأنها ستؤثر على المناخ وستؤثر على الدول المحيطة، وبأنه إذا قامت الحروب النووية فلن تسلم الدول العربية والدول الغير منخرطة في الحرب مع روسيا، بحيث أن روسيا لن تستعمل النووي إلا في حال أحست بأنها حشرت في زاوية ضيقة، وما أنه ما يبقاش عندها باش دفع على رأسها من غير استعمال هذا السلاح. إذن غادي تستعملوا في كل الاتجاهات لتدمير من تحالف مع الحلف الأمريكي الأوروبي ضدها، وكذلك من تآمر عليها. إذن هنا ستقوم القيامة كما يسميها الخبراء العسكريون والخبراء العالميون في مجال الحروب، كما سمعنا مؤخرا تحرك الغواصة الروسية اللي كيسميوها غواصة يوم القيامة. هذه الغواصة كبيرة جدا فيها جميع
مستلزمات الحياة، مش أنه كيختبئوا فيها الرؤساء وكبار الجنرالات والمسؤولين ديال الدولة الروسية في حال قيام الحرب النووية، وكيغوصوا في أعماق البحار تجنبا لإشعاعات نووية لا قدر الله. إذا الإخوة هنا كيتسالى الفيديو ديال اليوم، تحياتي لكم، نتمنى الفيديو أنه يكون عجبكم، ما تبخلوش علينا باللايك كما العادة، اللي مازال مشترك معنا يشرفنا بالانضمام ديالو لقناة المنصوري بلوغ. نتلاقاو فيديو جديد، السلام عليكم.